ازيكم؟ كيف حالكم؟ ورمضان قرب ينتهي وانا الليله في بيت موده دهر اوصيكم واكلمكم عن حاجه ضروريه جدا. عيدوا في بيتكم، بالذات الناس اللي بادين حياتهم الزوجيه جديده، عيد في بيتك. وبعد الفاصل انا جايه. بعد الفاصل عشان شنو نتكلم عن شنو؟ العيد قرب ودار كله زول عيد في بيته، بالذات الإرسال والناس اللي بعدين حياتهم زوجية جديد. انتوا تعبتوا وربنا وفقكم لحد ما بنيتوا البيت ده، وده أول عيدكم وما عيد في بيتك. يعني ما البيت تقول لزوجها أحسن نفسي نعيد في بيت ناس ومعنا سمون، لا، عيدي في بطن بيتك إن شاء الله. سوي خبيزك، سوي لك إن شاء الله يجيبوا لكم حلاوة، سوي كده عيدوا في بيتك. وانت الولد برضو عيد في بيتك، شجع زوجتك وهي شجعت على انه ده بيتنا، نحنا نخبز نعمل حاجاتنا بنقدر عليها، نستطيع بس بالاستطاعة. عيد في بيتك، ما تهمل بيتك، ما تمروا انتوا طالما ربنا وفقكم وبنيتوا البيت ده عمروا. تعمروا بشنو؟ بالصبر، تكونوا صبورين صبورين قاعدين في بيتكم. يلا ما انتوا كنتوا في حياة وجيتوا لحياة تانية، كنت في حياة يمكن فيها انفتاحية، فيها تمشي مع أصحابك على كيفك، تجي على كيفك، تساهر على كيفك، لكن كنت يا ولدي ربنا وفقك وفتحت لك بيت حلال. يلا بيت الحلال ده داير السترة، والسترة بتجي وين؟ بتجي مع الصبور. انت يا ابني تخليك صبورة، مش كان دار ساعة تاخد ريحة تتحن دي، لا لا أنا ماشي الليلة بيتنا، الليلة أنا ماشي ثم أتحن هناك، أتحن في بيتك ده. هذا عندك التلفونات دي بتونسك، التلفون فيه، التلفزيون فيه، ما لما انت تقول لها ماشي هاري هو يرجع ما بيجي راجع، حتى لما ننتهي من شغله بقول لها ما خلاص مشت، هو برجع شنو لاصحابه الجبال والشلاليات والجماعه وضحكوا وتونسوا، ديك الناس ديك براون يعني ماخذين راحتهم. فانت كده، لكن لما انت حسابك انت قاعده في البيت ومنتظره، اول ما ينتهي من شغله ومن مكتبه ده بفكر طوال يرجع لبيته، لانك انت قاعده في البيت. لكن لما تقول انت اليوم والثاني والساعه والثانيه انا ماشي بيتنا، او ماشي لصاحبتي فلانه، انا ماشي اتحنن للناس فلانه، اتحنن في بيتك، اجيه في بيتك، لانه البيت ده، البيت ده دار صبر. نحن زي ما بنينا بيوتنا بالصبر، واحنا دارين بناتنا برضو كده، وانت ذاتك يا ولدي حتى الاصحاب، انا ما بقول لك خلص كل انت تزوجتها تخلي اصحابك، تخلي شلتك جماعتك وعندكم ونسه عندكم قعدات، لكن بتكون شنو؟ ما بتكون بالمقدار الاول، انه مثلا مسافات طويله، ساعات طويله، ويومي تكون مخصص لها يوم. وبعدين هم يعرفوا انه شخصيتك ما يجبوك، اول ما قعدت معاهم وتونست معاهم وانا ساكت هنا يا اخوان انا ماشي، ها ماشي الحكومه، قالوا المره بيقولوا لا الحكومه، الحكومه بتخوفك ماشي، عشان ما هنا بقيت ما زي زمان، ما اي ما زي زمان، انا اخذت لي بيت ناس وربنا مزقني منها، انا عندي زي ما انتوا اخوان اصحابي اديتكم وقتكم، هي عندها وقت، شغل عنده وقت، حياتي الخاصة عندها وقت. خلي شخصيتك قوية، مش يشوفوك انت ماشي عشان حاكمك وكده، وما تحكمني مع زوجتي. وانت كمان بس عيبك انك شنو؟ ما تجري الشديد، انا ماشية بيتنا، انا ماشية نص. يا اخواننا بيتكم طالما عمرتوه فتحتوه داير صبر، والصبر داير شنو؟ داير انه زول يتحمل حاجاته زي ما هي. انت متعودة هناك عندها لك على حاجات معينة، على شيء معين، على اكل معين، هنا في بيتك تعرف تطوعي حياتك كيف. اها زي ما وصلتكم يا اخوان وبكلم فيكم، العيد ده اول يوم بالذات عيدوا جوا بيتكم ده، خلوا الدار الجيران يجوا يعيدوا عليكم، جايكم يجي يعيد عليكم، بعد ذاك عيد بيوت الكبيره معلومه فيها الناس الكبار، بعد ذاك امشوا عيدوا في على الاهل. لكن بس انا بوصي انه العيد ده او اول يوم في العيد ده عيدوا جوا بيتكم، لحد ما الاقيكم في حلقه جديده في بيت موده، فوتكم بعافيه.